بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا طلابنا، وصلنا إياكم The Present Perfect Symbol، زمن المضارع التام. دائما الطلاب يضوجون من زمن المضارع التام وزمن الماضي التام، يعني ذني والباسيف فويس يضوجون من عتن، بس هم لو يعرفون إيش قد بسيطات كان ما تركوهن بكل سؤال، وايضا اتعودوا عليهن لان جدا بسيطات. القاعده مالتها هي مثلا اي وي يو ذي، ياتي بعدها هاف، اما هي وشي وات ياتي بعدها هاز. تعال خلينا نحكي عنها باللغه العربيه قبل لا نبدي. طلابنا طبعا لاحظ هنا انه دائما بعد الفعل المساعد، شفت القاعده، يعني لو اذا وجدنا شني الهاز والهاف بعد هذا الفعل وجدناه فعل مساعد، يأتي الفعل الرئيسي في التصريف الثالث مثل written traveled. استاذ شنو التصاريف الثالث؟ تعالوا ياي هسه راويك ياهن. تذكر هاي المجموعات مال التصاريف، يعني التصريف الاول، التصريف الثاني، التصريف الثالث. هاي التصاريف طلابنا الاعزاء شوفهن، هاي التصاريف هي هاي يسمونها التصريف الثالث. شوف الفعل مثلا give gave given، هذا التصريف الثالث. تمام طلابنا، نستخدمه وي هاز وهاف. انت اذا ضبطت ذني التصاريف راح تسيطر على زمن المضارع التام وزمن الماضي التام، وطبعا كلهن ذني، يعني مثلا الباسيف فويس غيرهن مثلا ياتي فيهن التصريف ثالث الفعل. فانت هنا شني يحتاج لك تحفظ ذني وتضبطهن. اوكي يلا تعال نشوف شنو بعد. هسه قلنا مثل written travel، وعاده عند تحويل الفعل المصدر الى تصريف ثالث نضيف ايدي. حكينا عنه نفسيتهن اللي حكينا عن المحاضرة السابقة، تطلح المحاضرة مال التصاريف وتلقاهن. وهناك أفعال شاذة أيضا تختلف إضافتها حسب الفعل اللي من ساعة أخذناهن اللي قلنا عنهن. هنا قام مجموعة من الأفعال الشاذة في طبعا ما ندخل بها، نستخدم ملاحظة مع جملة المضارع التام ظروف الوقت التالية، يعني الدلالات اللي تدل على زمن المضارع التام اللي هي yet already just never ever. اوكي نستخدم ever مع الجمله الاستفهاميه فقط، احفظهم طلابنا. مع شنو؟ الجمله الاستفهاميه فقط. نستخدم just و never و ever قبل الفعل الرئيسي، نستخدم ever و never و just قبل الفعل الرئيسي، لا نستخدم كلمه never مع الجمله المنفيه، لان هي كلمه never نفسيتها تعطي معنى نفي. اوكي اما كلمة yet فتأتي في نهاية الجملة المنفية، ولكن already ممكن تأتي قبل او بعد الفعل الرئيسي. يعني بين قوسين اللي اريد اوضح لك اياه طلابنا، الظروف اللي تدل على زمن المضارع التام هن ذني. اوكي اقراهن احفظهن خليهن بجيبك لا تنساهن. يلا تعال نكمل. طبعا زمن المضارع التام The Present Perfect Simple Affirmative، في حالة المثبت Affirmative معناها مثبت، I, we, you, they يأتي بعدها شني have زائد PP، يعني تصريف الثالث للفعل. أوكي طلابنا طبعا أكو امتحانات في يعني اختبارات للدور الثاني، طلاب الدور الثاني اللي يحبون يتابعون موجود بالتليجرام، تحب تتابع موجودة اختبارات يومية وينزل محاضرات موجودة يومية، تحب تتابع أهلا وسهلا، رابط التليجرام موجود بالوصف. أوكي تعال ناخذ جمل على هذه اللي هي لاحظت I, we, you, they، شي يجي بعدها بالتصريف الثالث يأتي يعني بالبريزنت بيرفكت يأتي بعدها شني have زائد شني PP، شني PP يعني شو اسمه التصريف الثالث للفعل. اوكي present perfect. تمام I have written، I have written. لاحظ لهنا written رايت بال يعني المصدر مالتها، ماضي مالتها wrote، ال past participle يعني التصريف الثالث ال PP اللي هو past participle. شو نقول؟ نقول written. اوكي written، لاحظت شلون تحولت written. انت اذا حفظت التصاريف مال الافعال جدا تصير عندك بسيطه. three poems، my parents have traveled. لاحظت كلمه traveled تصريف مالتها، يعني هي travel بالاصل ماضيها traveled، ايضا تصريف مالتها traveled to italy. اوكي
We have studied hard. لاحظ كلمة study. Studied. لاحظ لهنا في يعني إذا كان الفاعل عندي he و she و it يعني مفرد نستخدم has. إيش نستخدم؟ has. خليها ببالك. نستخدم شني؟ has زائد تصريف ثالث للفعل أيضا مثل Sarah has invented a new program. طلبنا هسه واحد يقول استاذ شو ما شفنا لا هي ولا شي ولا it. أيضا يعني هو فاعل مفرد. إذا كان الفاعل مفرد يعني هسه سارة مفرد لو مفرد؟ مفرد. شن عوض عنها؟ نعوض عنها بشي. فإحنا نقول الضمير مباشرة يأخذ هاز. أما إذا أجى الاسم مفرد مثل سارة أيضا يأخذ هاز. ماكو مشكلة. أوكي؟ بعد تصريف ثالث للفعل. هذا كل الساد البرزن بيرفكت؟ إيه هو هذا. أوكي؟ عندنا بقيت بسيطات البقيت. The match has started. Ali has spoken. لاحظ. Spoken. Started. تصريف مالتها. Well in the meeting. في حالة النفي ننفي شنو طلابنا؟ لاحظ هنا في حالة النفي ننفي ال have وال has. لاحظ. من يقول لك negative وانت شفت عندك have لو has تنفيهن ذن نفسية. مو عندنا بالزمن المضارع. البسيط ننفي does وال doesn't يعني ال does يصير doesn't وال do يصير don't. اي عندنا هنا ال have وال has ايضا ننفيهن. شلون ننفيهن؟ نضع كلمة not. اوكي نضع not هي يصير منفية. I haven't استاذ ما شفنا not. اي هاي مختصر. I haven't written three poems. My parents have not traveled to Italy. We haven't studied hard. اما في زمن يعني اذا كان المفرد نفسيتها فقط نضيف has not. اوكي يلا تعال نتدرب عليها اكثر. اوكي بالتدريب يصير عندنا بسيطه. مثلا Sarah has not invented a new program. The match has not started. بعد Ali hasn't spoken well in the meeting. اما في حاله الكويشن في حاله السؤال مجرد نقدم الهاف والهاز في بداية الجملة ونكمل الجملة نفس ما هي موجودة. أوكي والراعي مثلا الفعل نحوله ألمن للباست بارتيسيبل. أوكي بريزنت بارتيسيبل ماكو مشكلة. يعني للتصريف الثالث مالته هاف زائد I, we, you, they. دائما لاحظت أنه هاف تأتي مع الجمع فقط أو اللي ضمائر اللي هي I, we, you, they زائد تصريف ثالث الفعل. ناخذ يعني بعد علامة استفهام لا تنساها. ناخذ جملة Have I written three books about history. علامة استفهام. ليش حطينا علامة استفهام؟ لأن بدينا السؤال مالتنا بهاف. أوكي زين الفعل رايت ليش حولنا للتصريف الثالث للفعل؟ لأن عندي هاف. صارت واضحة أعتقد جدا صار بسيط الـ present perfect. أوكي يلا Have my parents traveled to Italy. علامة استفهام أيضا. Have we studied hard. علامة استفهام. هسه حالة الهاز إذا كان عندي هاز شلون استخدمها؟ has زائد he she it زائد past participle. مثل has Sarah invented a new program. علامة استفهام ما انساها. ليش؟ لان بديت تعتبر اداة سؤال صارت هنا هاز. اوكي هاز ذا ماتش ستارتد. علامة استفهام ايضا. هاز Ali spoken well in the meeting. ايضا علامة استفهام. لاحظ بس القاعدة ركز لي عليها. عندك هاز او هاف اريد من عندك شنو؟ تصريف ثالث للفعل. تصاريف ثالث تريد تضبطهن تقراهن بالمحاضرات السابقة موجودات يعني تقريبا يمكن مكتوب عليها المحاضرة رقم 6 او محاضرة ايه رقم 6 او 7. تمام طلابنا؟ فحاول انه تقرأ تضبط ذن التصاريف راح تضبط عندك شكل زمن في يسموه الكيا بيرفكت او زمن الماضي ايضا راح يصير عندك جدا بسيط. وتحويل الفعل من مصدره الى ماضي الى زمن يعني تصريف ثالث الفعل يعني راح يكون عندك جدا بسيط. بس اضبط ذني الجداول لو يومية تحفظ لك جدول هسه اليوم مخلص انت. اوكي يلا وان شاء الله ما عندكم شيء تقدروا لهن. هسه المهم انه هسه صار بسيط. في حالة السؤال مجرد نقدم الهاف زائد الفاعل زائد تصريف ثالث الفعل.
في حالة النفي ننفي الهاز نحط لها نوت أوكي ومع مراعاة يعني الفعل، الفعل يبقى في يعني في التصريف الثالث مالته أوكي مثل speak spoke spoken تمام. أما في قلنا في حالة النفي، في حالة المثبت نفسي تمجرد نضيف للفعل مالته تصريف ثالث مالته للفعل. يلا طلابنا نروح للفقرة الثانية وهي فقرة القصة، ناخذ قصة مرتبة ونشوفها سهلة. طلابنا الأعزاء هاي القصة عندنا الرجل وزوجتها، طبعا هاي في اللغة العربية وهاي موجودة عندنا في اللغة الإنجليزية، حاول تتمرن عليها، طلع الكلمات اللي ما تعرفهن، اتبع البارحة قلت لكم شلون تقراها. تقرا اول شيء العنوان، طبعا اريدك تقرا العنوان مثلا the man and his two wives، تقرا ايضا تقرا هنا تتدرب عليه اوكي. واريد من عندك من تقرا القصة تقراها بصوت عالي بس مو تقراها باللغة العربية خاف. in the old days وهكذا، مثلا in the old days شنو معناها؟ في قديم الزمان، في قديم الزمان، وهكذا تقراها كل فقرة تقراها باللغة الإنجليزية اقراها باللغة العربية بعد فترة من الزمن وتكملها، مو أريدك فقط هيجي. والكلمات اللي بالإنجليزي مثلا when men were allowed to have، مثلا عندما كان يسمح للرجال بأن يتزوجوا العديد من النساء، يعني أريدك تقرأ لياها مثلا وصلت الفارزة أو نهاية جملة بالإنجليزية أو باللغة العربية أوكي. أريدك تعيدها مرة مرتين ثلاثة تمام. القصص حلوات هنا مرتبات، راح يصير عندك خزين من الكلمات بدون ما يعني تتعب تمام. طلابنا راح يصير عندك خزين من الكلمات. وهاي القصة خاف واحد يقول أستاذ ما نقدر ناخذها، تاخذ لها صورة اقراها، هاي في اللغة الإنجليزية وهاي في اللغة العربية. فترة من الزمن راح تتغير نظرتك عن اللغة الإنجليزية وراح يصير عندك الإنجليزي أسهل ما يكون أوكي. يلا طلابنا لهنا انتهت محاضرتنا، أتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بإيصال المعلومة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.